وقعت في صدمه اللي كانوا اولت انا في موقع سياسي نحب ندافع على المستثمرين الكل، ما هو مش انا من جملتهم، في جمله الناس معناها رؤيه، تلقى روحك في مشكل في المجلس كونفليكت انتري، لا انت تتحدث على القطاع العنان، لا ذاك يهمك وذاك كذا، ونشكوا في كل ما واحد يقول لنا. خطايا التاخير نتاع البواخر اللي قاعده ترسي تقريب 1000 مليار كل سنه، وهذا عندنا 5 سنين ندفعوا فيه بالدوفيز يوميا. هذا ما كلفنا في الخمس سنين هذه باش نعملوا ديجا برط نفيذه بفلوسنا. البنك المركزي رابح 850 مليار. معناها في الاخر الدوله قاعده تنص في المؤسسات الفلسفيه بالطريقه هذه نتاع التامين. وهذا ضرب فيه. وهذه لمصلحه شكون؟ لمصلحه الممولين اللي ناخذوا معانا في الفلوس من برا. خاطر ما وصلفوا فين؟ حتى الكناطريه ولا رجال الاعمال وعندهم قبول عند المسؤولين قبلين. خاطر خير مش معناها رومادة، خير هو ضحكة، هو كلمة طيبة، هو نصيحة صادقة. أنا ترأست جمعية القلعة وأني عمري 21 عام، كنت رئيس الجمعية وطلعتها، كانت عليها صعود وقف، كانت حفلة كبيرة في القلعة وعنا حتى صور لها ذكرى. هذاك هو من أصلنا احنا عون في ليشوز، دونك نساهم. وأنا في وقت من الأوقات تخلفت أنا ويوسف الشاهد على بورتو نفيذ، عملنا حزب كوناه، جاءوا فكوه حزب جماعة آخرين، خلينا هو مشينا أرواح. الخمس سنين سياسة ممكن علمتني شوية مرونة، علمتني نسمع الناس قبل ما نقرر. رؤيتنا في البديل هي الرؤية الاقتصادية كنت نحكي لها كمستثمر. اليوم رئيس الحكومة ولا الدولة هذه والحكومة هذه هي دورها هو الاستثمار في البلاد، باش مش تنقص الفقر، باش مش نحي المشاكل إذا كان ما تشغلش الناس وما تنتجش الثروة. نعاود نأكد على الكلمة هذه بور موا، خذ ورد وشارك الناس في مالها، سي تان ماستر دو ريشيرش دو كونفيونس، وهذا مفتاح النجاح. إذا ثيقوك الناس تنجح.